افتتاح المعرض الوطني تحت عنوان الرمز الأمازيغي للقربات التشكيلي عاصمة الديك بصندوق صوفي تالف. إذا لنا الشرف اليوم نحضر معنا مجموعة معروفة في مجال السينما والجريدة. احنا في بلدية التشيرة بمناسبة ديال واحد الندوة على التحديث وعلاقتها بالموسيقى الأمازيغية، وأنا مع التحديث حيت ما يمكنش نعاود نكرر نشطر داك الشيء اللي داروه جدودي، خصني حتى أنا نانفونتي فيه، يعني نبدع فيه باش يولي ديال دابا وهو اللي غيولي تراث من بعد. يعني أنا مع التحديث ولكن مع الحفاظ على الجذور على الأصل على الروح، يعني نكون حديث في التعامل ديالي مع الأشياء بنكت العصر وداكشي اللي تيستلزموا عليا الوقت اللي فاش عايش، ولكن كنستثمر دي زيليمون مواد اللي جايه من لي زوريجين ديالي من الاصل ديالي. واحسن مثال ديال التجديد والتعامل مع التراث كيفكرني بالحراز الطيب الصديقي، انه واخذ من التراث المغربي وضفوا في المسرح وصدق داك الشيء علاش كيظهر الفلك المغربي. كل شيء داك الحراز من السبعينات حتى لدابا راه هو اللي خلق فلسفه التعامل مع التراث عندنا، ماشي غير عندي انا، عند كاع دوك الناس اللي عاشوا في ذاك الجيل ديال السبعينات. خدينا الصراحه لوتي هذيك الطريقه باش نتعاملوا مع دي زيليمون ديال التراث ديالنا، ونشجع الشباب ديالنا يهتم به وما يكونش ديغاسيني بلا جذور، يعني خصنا ياخذ من التراث ديالو ولا ياخذ من ثقافات اخرى ويسقطها على ثقافته. وكنشجع الناس اللي باقي اللي هما بحال الشجر عندهم جذور في الارض وعندهم دوك الاغصان ديالهم غاديه في الاسباس، وهكا خصنا نكونوا. لو الا كنا كنهضروا على ان مساله التحديث ولا نبقاو في ما هو اصيل، الحياه هي تطور، اذا باي شكل من الاشكال ديال الحياه خصها تبقى غاديه مع التطور بما فيها الموسيقى الامازيغيه. يعني انه الا كنا كنلعبوا قبل غير بالطاره وبسميتو الجريبه، من بعد غادي يجي غتجي شي اله اخرى اللي غادي تجي. الاهم هو انه التميز من ناحيه الموسيقى اللي كنعطيه ومن ناحيه المنتوج، هذا هو اللي مهم هو اللي كيسير العصر. انا ضد الفكره ديال انه نحنطوا كل ما هو تراث ولا ثقافه سميتو نديروا في المتحف ونجيو نزوروا، بالعكس انا خصنا نطوروا. كتنظم الجامعه الصيفيه اخر محطه ديال الانشطه الثقافيه اللي برمجتها خلال سنه 2021 بعد ما انفتحت على مجموعه من الجهات طاطا تيزنيت الاخصاص اورير تارودانت. اليوم كنستضفوا مجموعه من الفنانين حول الامازيغيه، الفن الامازيغي من التراث الى التحديث بقاعه البلديه بالجهه ديال التشيره، وكذلك نظمنا البارح لقاء حول الفن التشكيلي فندق انزي، وكذلك نظمت معرض للفن التشكيلي اللي غيدوم من 3 البارح حتى 12 في هذا الشهر. اذا اخر محطه ديال الانشطه الثقافيه اللي مبرمجه خلال هذه السنه، ونتمنوا بحلول السنه المقبله ان شاء الله نعاود نبرمجوا مجموعه من الانشطه كما دابت والجامعه الصيفيه، ونفتحوا لما لا على باقي الجهات الاخرى، وكنتمنوا ان تبقى الجامعه الصيفيه بهذه الوتيره المعروفه على الصعيد الوطني.